بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السؤال: ما حكم المسح للوجه باليدين بعد الدعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمسح الوجه باليدين بعد الدعاء قد ورد فيه حديث بعض أهل العلم حسنه وكثير منهم ضعف، والحافظ ابن حجر رحمه الله وهو حذام المحدثين قال: والقول الوسط في ذلك أن يقال بأن من مسح وجهه بيديه بعد الدعاء فحسن، ومن ترك فلا حرج عليه. ولذلك لو وجدت إنسانا يمسح لا تنكر عليه، ولو وجدت إنسانا لا يمسح أيضا لا تنكر عليه. نعم. يقول: طلب مني أخي أن أشهد معه شهادة بغير وجه حق، فشهدت له ولم تكن شهادة في ظلم أحد أو أخذ مال بغير وجه حق، لكنها كانت استخراج أحد الأوراق الثبوتية، فهل هي شهادة زور وما هو حكمها؟ جزاكم الله خيرا. ما في شك بأنك آثم، ما في شك بأنك آثم، لأنك أخبرت بخلاف الواقع، وهذا كذب، والكذب حكمه معروف. لكن ما أستطيع أن أقول بأنها شهادة يعني زور، لأن شهادة الزور هي التي يترتب عليها حصول ظلم، إما أنك تقتطع بها حق امرئ، أو إما أنك تتهم بها امرأ بالباطل ونحو ذلك. فما أستطيع أن أقول بأن شهادة الزور تصدق على هذه الحالة، لكن ما في شك كونك أخبرت بخلاف الواقع أنك تأثم بذلك. ألا يمكن أن يستنبط من هذه الآية مشروعية حد الردة من القرآن الكريم خلافا لمن أنكره؟ نعم، بعض أهل العلم يستدل بهذه الآية على أن حد الردة ثابت بالقرآن لا بالسنة وحدها، بل هو ثابت بالقرآن، ويقول: لا أعظم يعني من الردة في حرب الله ورسوله. ولذلك في صدر الكلام ذكرت لكم تعريف ابن كثير رحمه الله للحرابة، بأن المحاربة المخالفة والمضادة وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. نعم. ابن الزنا إذا عرف باسم من رباه حتى بلغ، هل يجب تغيير اسمه أم يترك إذا خيف أثر ذلك عليه؟ نعم، هو نقول أيها الإخوان، أولا ما نجزم بأنه ابن زنا، يعني لأن هذا قذف، وإنما نقول إنسان لا يعرف له أب، الله أعلم، ربما يعني أبوه بعدما تزوج أمه اختفى، ولا انقرض، ولا اختطفته الجن، ولا كذا. المهم كلمة ابن الزنا هذه كبيرة، فما نعود يعني اللسان عليها. فهذا الإنسان لو أن إنسانا أخذه فقام عليه ورباه وأحسن إليه، فما في شك أنه مأجور أجرا يعني عظيما، وأجره كأجر كافل اليتيم، بل ربما يكون أعظم، لأن اليتيم يجد من يحنو عليه ومن يكفله من عم أو خال أو بني عمومة أو بني خؤولة أو جار ونحو ذلك. أما هذا الذي لا يعرف له أب فالغالب أنه يعني ينبذ. فلو أن إنسانا أخذه فضمه إلى طعامه وشرابه ونشأه على مكارم الأخلاق فلا شك أنه مأجور أجرا عظيما، لكن ما ينبغي أن يعطيه اسمه، لأن الله قال: ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك ينبغي يعني عدة خطوات. الخطوة الأولى أن ننسبه إلى اسم يصدق على كل الناس، فالولد مثلا لو كان اسمه حسن ولا حسين ولا محسن ولا حسان ولا أي اسم، طيب بعد ذلك نجعل اسم أبيه عبد الله، لأن أبوه عبد الله أيا كان، أليس كذلك؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ونجعل جده عبد الرحمن،
وجد أبيه عبد الرحيم، وجد حبوبته عبد الملك مثلا، وهكذا يعني أسماء الله الحسنى ممكن نجيب له 99 اسم. فبعد ذلك هذا الطفل الصغير ترضعه زوجك، المرأة ترضعه من أجل أن يصير ابنا لها من الرضاعة وابنا لك من الرضاعة، ويصير أخا من الرضاعة لجميع بنيك وبناتك، فما يكون في حرج بعدين إذا كبر لأنه يدخل ويخرج. طيب بعد ذلك إذا أدرك، يعني بقى عمره 5 سنوات 6 سنوات خلاص بقى بيفهم، نخبره بأنك لست يعني ابننا، يعني أنت ما ولدي، وإنما أنت فلان ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن كذا. بعد ذلك ممكن يعني بالمعاريض نبين له بأن أباه قد مات، وهو فعلا مات أليس كذلك؟ وإن ما كان مات فإنه سيموت، صحيح؟ ولذلك يعني أويس القرني قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات أبوك، ومت أنت، أنت زادك ميت. وقرأ عليه: إنك ميت وإنهم ميتون. خلاص بعد ذلك هذا الولد ينشأ، ما في أحد يستطيع يهدده، ما في أحد بعدين يقول له: يا أخي الناس اللي أنت قاعد معاهم ديل أنت عارف صلتك بهم شنو؟ أو يقول له: أنت فلان ده اللي شايل اسمه قايله أبوك، ونحو ذلك مما يصنعه من لا خلاق له. لا، ينشأ طبيعي وهو يعلم بأن هذا الرجل ليس أباه، وإنما هو أبوه من الرضاعة، وهذه المرأة ليست أمه الحقيقة، إنما هي أمه من الرضاعة، وينشأ مرفوع الرأس موفور الكرامة. طيب الإشكال ها هنا أيها الإخوة الكرام، هذا الولد أعطي اسما غير اسم أبيه، يعني الرجل الذي رباه أعطاه اسمه، فهل يجب عليه التغيير؟ هذه المسألة عرضت قبل سنوات، جاء واحد من الناس وقال لي بأني يعني خطبت يعني فتاة، وبعد ذلك تبين لي بأن الرجل الذي نسبت إليه ليس أبي وإنما هو زوج أمي. فالآن يعني هل أخبر؟ وإذا أخبرت مفروض أغير شهادة الميلاد وأغير الشهادات وأغير كذا وأغير كذا. وبعد ذلك هذه البنت التي خطبتها ما في شك سيكون يعني منظري أمامهم يعني قبيحا وكذا. قلت له: والله يا أخي أنا ما أدري، لكن دعنا إن شاء الله نسأل ونفكر. يعني سألت شيخنا العلامة محمد الحسن الددو حفظه الله، يعني أطرق طويلا، بعدين قال لي: ما يغير اسمه. ففرحت جدا بهذا الجواب والله. قلت له: ولما؟ فقال: لأن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه هو ليس المقداد ابن الأسود، هو المقداد ابن عمرو الكندي، لكنه نسب إلى حليفه هو الأسود ابن عبد يغوث، والرسول صلى الله عليه وسلم ما غيره. المقداد ابن الأسود بقى المقداد ابن الأسود، والحكاية بقت ماشية. ليه؟ لأن هناك مفاسد عظيمة ستترتب على هذا التغيير، مفاسد عظيمة جدا، مفاسد مادية ويعني معنوية، والله أعلم. يقول: صلى بنا أحدهم يرتدي حذاء، فما حكم الصلاة؟ ما في شيء إن شاء الله، إذا صلى بالحذاء والحذاء طاهر ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يصلون في نعالهم، لكن طبعا المساجد الآن مفروشة وفرش غالي جدا، وما يتأتى للناس أن يدخلوا بأحذيتهم. لكن لو أنك مثلا في طريق سفر دايرين تصلوا في الفلاة في الطريق، فما في مانع أن تصلوا في أحذيتكم. ومثله أيضا لو أردنا أن نصلي على جنازة، وغالبا الجنازة يصلى عليها في المقابر، فما في حرج أن نصلي في أحذيتنا. ما حكم فرقعة الأصابع داخل المسجد؟
ما في حرج فرقا، لكن في الصلاة مكروهة. أن الإنسان يفرقع وهو يصلي لا، ما ينبغي. يعني الفرقعة والتقطعة وكذلك التصفيق كل هذا ممنوع في الصلاة، لكن خارج الصلاة ما أعرف نهيا يعني واردا. هذا غالبا يحصل بعد السلام، يعني إنسان يسلم من الصلاة، بعضهم يكون مستعجل داير يمرق ويلقى الناس يعني المسبوقين سدوا الأبواب، فيبدأ يفرقع أصابعه لأنه متحرق للخروج. نعم. هل يجوز أن يصلي الشخص ويتريني في ليلة، مثلا يصلي وترا في التراويح وترا في التهجد؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة، كل ليلة فيها وتر واحد، فلا بد أن يشفع أحدهما، والأفضل أنه يشفع وتر التراويح، يعني يصلي مع الإمام، الإمام أوتر سلم فيقوم هو يشفع هذا الوتر بحيث يوتر في آخر الليل. نعم. يقال بأن سورة ليلة القدر بها 30 كلمة، وكلمة هي موجودة عند الرام 27، بهذا تكون ليلة القدر لا تظهر إلا يوم 27، ما تعليقكم؟ نعم، هذا قاله بعض الناس، والإمام ابن عطية الغرناطي في تفسيره المحرر الوجيز قال وهذا من ملح التفسير وليس من متين العلم، هذا من ملح التفسير يعني شيء يتفكه به وليس من متين العلم، يعني هم قالوا سلام هي، كلمة هي دي رقم 27، وقالوا ليلة القدر تكررت في السورة 3 مرات، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير، ليلة القدر قالوا هذه 9 أحرف، 9 × 3 = 27، قالوا معناها إنه ليلة 27، وهذا أيها الإخوان ما يتكل عليه إلا مفلس، وإلا الإنسان العاقل يجتهد في هذه العشر وبدايتها من هذه الليلة التي نحن مقبلون عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أريت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، قال لهم ليلة القدر دي أنا شفتها في المنام، صبحيتها شفتها أنا بسجد في موية وطين. يقول الصحابة رضي الله عنهم فلما كانت ليلة 21 هطلت السماء حتى وكف سقف المسجد، يعني لغاية ما سقف المسجد نقط، وسقف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الجريد، والجريد تعلمون ما يمنع الماء، فقال فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وانصرف من صلاته، يعني التفت إليهم، وأثر الطين على جبهته وروثة أنفه، لأن المسجد كان تراب، فالموية دي لما نزلت على التراب صار المسجد ماذا؟ طينا. فثبت بذلك أن ليلة القدر في تلك السنة كانت ليلة كم؟ ليلة 21، ليلة 21، واضح أيها الناس. ولذلك الإمام مالك رحمه الله وغيره قالوا بأن ليلة القدر متنقلة، يعني مرت كل ليلة 21 ومرة تكون ليلة 25 ومرة وهكذا، فلذلك الإنسان العاقل ما يعول على هذا الكلام، بل يجتهد في هذه العشر، والله ما أسرع انقضاءها. الإنسان يجتهد في 10 ليالي أو في ليالي الوتر التي هي 5 من أجل أن يصادف ليلة القدر فيفوز بعبادة 83 سنة، يعني لو قال في ليلة القدر سبحان الله فهو بمنزلة من قال سبحان الله في كل ليلة من ليالي 83 سنة، لو صلى ركعتين هو بمنزلة من صلى ركعتين في كل ليلة من ليالي 83 سنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول لا نستطيع الاعتكاف لكن لدينا النية فقط نجلس المسجد أوقات الصلوات، هل يعتبر هذا اعتكافا؟ نعم، عند جمهور العلماء الاعتكاف لا حد لأقله، لا حد لأقله، يعني لو أن إنسانا ما يستطيع أن يعتكف بالنهار فجاء قبل غروب الشمس فأفطر في المسجد وصلى المغرب والعشاء والتراويح
بعد ذلك استراح ثم قام فصلى التهجد وصلى الصبح ثم انصرف، هذا يكتب له اعتكاف ليلة. طيب إنسان ما يستطيع يعتكف بالليل لأن مثلا أولاده ما يستطيع أن يتركهم وحدهم، فإنه ينوي الاعتكاف مدة بقائه في المسجد. يعني مثلا جاء لصلاة العشاء ويريد أن يصلي التراويح، منذ أن يدخل المسجد ينوي بأن هذا اعتكاف، اعتكف ساعتين ثلاثة أربعة، كله يجده في ميزان حسناته يوم القيامة. المهم يا أخواننا الإخلاص، أن الإنسان يعمل العمل يبتغي به وجه الله، مش عشان الناس يقول والله فلان ده ما شاء الله كل سنة بيعتكف، والله فلان ما شاء الله كل سنة بيعتمر، أو فلان ما شاء الله كل سنة بيختم، لا، وإنما يعمل العمل يريد به وجه الله. وأيضا لابد أن يلزم آداب الاعتكاف، ومن ذلك أن يقبل على خويصة نفسه، ما يقعد يعمل ونسا نعم. يقول: هناك من يحترم زوجته ويقدرها أكثر من أمه، ما حكم ذلك؟ كيف يعني؟ يعني يقول يا أمي مثلا؟ يعني هو شوفوا، ما في شك أيها الإخوان بأن الإنسان الذي يفضل زوجه على أمه هذا إنسان خاسر، إنسان خاسر، لأن الزوجة يمكن أن تستبدل ويمكن أن تفارق، لكن الأم هي أمك، مؤمنة كانت أو كافرة، برة أو فاجرة، وقد ألزمك الله برها كيفما كان، فالمفروض بأنك يعني أمك هي الرقم الأول، لأن أول ما ستسأل عنه يوم القيامة أمك، قبل أن تسأل عن أبيك، قبل أن تسأل عن أرحامك، قبل أن تسأل عن زوجتك، عن أولادك، ستسأل عن أمك. والمرأة أول ما ستسأل عنه يوم القيامة زوجها، ستسأل عن زوجها قبل أمها وأبيها، فالمفروض بأن الإنسان يوقر أمه ويجلها، وذلك من برها، لأن العلماء قالوا بأن الإنسان ما يجلس وأمه قائمة، الإنسان ما يرفع صوته على أمه، ما يحد النظر إلى أمه، ما يشير بيده إلى أمه، ما ينادي أمه باسمها، ما يقول يا فاطمة ولا يا رقية ولا يا زينب، لا، وإنما يا أمه يا أمي ونحو ذلك. طيب ده كله ما أظن إنسان عاقل بيعمله مع زوجته، يعني في زول مثلا زوجته تيجي ماشي يقوم يقف، إلا يكون رجل مخبول، أي نعم، أو مثلا وما ما ما يشير لزوجته لما يتكلم معها بيقف مؤدب وكذا، أو مثلا ما يمشي أمامها، يمشي دائما وراء زوجته، لو أنه فعل ذلك أظن أفسق الفسقة، يعني سيقول يعني هذا ليس برجل، فيعني ما يتصور بأن الإنسان يحترم زوجته أكثر من أمه، لكن لعل السائل يقصد بأنه يقدم مطالب زوجه على مطالب أمه ويؤثر زوجته على أمه، ما في شك بأن هذا صفقته خاسرة وتجارته كاسدة، والمفروض أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك، وأسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.